أخي العزيز صديقي المحترم الفنان المبدع باسل الخطيب، تحياتي لك وللجميع. أشكر كل من يكرمك اليوم ويحتف بك فأنت تستحق. الفنان يا صديقي هو ضمير الأمة، طالما هو ملتزم قضايا وطنه وبهموم مواطنه، وأنت أحد هؤلاء. تسعى دائما في أعمالك أن يكون الوطن والناس في الصدارة من أعمالك. تعاونت معك يا عزيزي فوجدتك مخرجا متميزا يملك أدواته بثقة، وتيقنت يا صديقي أن الطريق إلى القدس سنمشيه سويا. احلم يا صديقي، احلم بفنك فسيتحقق الحلم. أخوك فاروق الفيشاوي، فنان عربي يحلم معك وسيظل يحلم.